بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس. عنوان درسنا لهذا اليوم هو حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة للصف الثالث متوسط، وسيقدم محدثكم الأستاذ فهد سعود العتيبي. سنتعلم اليوم حل معادلات باستعمال الجمع أو الطرح، حل معادلات باستعمال الضرب أو القسمة. فيما سبق درسنا المعادلات وحلها، وعرفنا أن حل المعادلة هو إيجاد قيمة المتغير الذي يجعلها صحيحة. والآن سوف نتعرف على كيفية حل المعادلات بخطوة واحدة. عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، ماذا تلاحظ في الصورة التي أمامك؟ نلاحظ أن 12 تساوي 12. إذا أضفنا 5 إلى الطرفان ففي النهاية الطرفان متساويان بعد الإضافة. ماذا تلاحظ هنا كذلك؟ 52 تساوي 52. إذا طرحنا عدد من الطرفين، مثال سالب 5، كذلك نحصل أن الناتج متساوي. إذن من ذلك نلاحظ أن إضافة عدد للطرفين أو طرح عدد من الطرفين لا يؤثر في الناتج النهائي من حيث المساواة بين الطرفين. مثال: حل المعادلة التالية: كاف زائدا 27 تساوي 30. الهدف إيجاد قيمة كاف. بما أن كاف مضاف عليها 27، عكس الإضافة هو الطرح، نطرح من الطرفين 27. 27 ناقص 27 يتبقى في الطرف الأيمن كاف، وفي الطرف الأيسر 30 ناقص 27 بثلاثة. إذن كاف تساوي 3. التحقق من صحة الحل: كاف زائدا 27 تساوي 30. أوجدنا أن قيمة كاف هي 3، نعوض بدلا من كاف بالعدد 3. 3 زائدا 27 تساوي 30. إذن 30 تساوي 30 فعلا. إذن الحل صحيح، كاف تساوي 30. تقويم حل المعادلة التالية: 113 تساوي قاف ناقصا 25. هل هذه المعادلة سهل جدا؟ بما أن قاف مطروح منها 25 فعكس الطرح هو الجمع، إذن نضيف على الطرفين 25. 113 زائدا 25 تساوي قاف ناقصا 25 زائدا 25. سالب 25 يذهب مع موجب 25، يتبقى 113 زائدا 25 تساوي قاف، 113 زائد 25 تساوي 138، إذن 138 تساوي قاف. لو أردنا أن نتحقق من صحة الحل، 138 ناقصا 25 تساوي 113. عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة، ماذا تلاحظ في الشكل الذي أمامك؟ خمسة تساوي الخمسة. إذا ضربنا الطرفان في 2،
5 مضروبا في 2 يساوي 10، و5 مضروبا في 2 يساوي 10. إذا عند ضرب الطرفين بعدد بنفس العدد الناتج النهائي يصبح نفس الناتج للطرفين. ماذا تلاحظ هنا كذلك؟ 20 تساوي 20 عند قسمة الطرفين على نفس العدد، الطرف الأيمن مقسوم على 5 والطرف الأيسر مقسوم على 5، نحصل الناتج النهائي متساويان كذلك. مثال: حل المعادلات باستعمال القسمة. حل المعادلة التالية: 3 س تساوي 6. الهدف إيجاد قيمة س التي تجعل المعادلة صحيحة. بما أن السين مضروبة في 3 عكس الضرب، ما هو عكس الضرب؟ نعم صحيح، عكس الضرب هو القسمة، بقسمة الطرفان على سين مضروبة في 3، إذن بقسمة الطرفان على 3. 3 مقسومة على 3 تذهب مع بعض، يتبقى س تساوي 6 تقسيم 3 ب2، إذا س تساوي 2، س تساوي 2. لو أردنا أن نتحقق من صحة الحل، المعادلة تقول أن 3 مضروبة في س تساوي 6، أوجدنا أن س تساوي 2، إذا نعوض محل س بالعدد 2. إذن 3 مضروبة في 2 تساوي 6. هل فعلا الطرف الأيمن 3 مضروبا في 2 يساوي 6؟ 3 ضرب 2 بالفعل يساوي 6، إذن 6 تساوي 6. الآن عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة، حل المعادلة التالية: 4 باء تساوي 8. الهدف إيجاد قيمة باء. بالنظر للمعادلة نلاحظ أن الباء مضروبة في العدد 4، ما هو عكس الضرب؟ بالفعل عكس الضرب هو قسمة، والباء مضروبة في 4، إذن نقسم على 4 بقسمة الطرفين على 4. 4 مقسومة على 4 تذهب على 4، إذن الباء تساوي 8 تقسيم 4، 8 تقسيم 4، إذن الباء تساوي 2. لو أردنا أن نتحقق من صحتها، 4 مضروبا في 2، الأربعة مضروبا في الباء والباء قيمتها 2، إذا 4 مضروبا في 2 هل تساوي 8؟ نعم صحيح، 4 مضروبا في 2 يساوي 8، إذا الحل الصحيح هو باء تساوي 2. حل المعادلة التالية: س مقسوما على 3 تساوي 8. فكر في المعادلة، ما هي الطريقة المناسبة لحلها؟ تعرفنا في الجزء السابق بما أن س مضروبة في عدد، إذا ناخذ عكس الضرب وهو القسمة. وبما أن س في هذه المعادلة مقسومة على 3، فما هو عكس القسمة؟ نعم صحيح، عكس القسمة هي الضرب. بما أن س مقسومة على 3، إذا نضرب الطرفان في 3، إذا 3 مضروبة في س مقسومة على 3 تساوي 8 مضروبة في 3.
3 تذهب مع 3 تبقى في الطرف الأيمن سين يساوي 8 ضرب 3 8 مضروبة في 3 تساوي 24 صحيح إذا تساوي 24 لو أردنا أن نتحقق من صحة الحل هل حلنا صحيح أم غير ذلك في المعادلة ذكر أن س مقسومة على 3 تساوي 8 وبما أن السين أوجدنا قيمتها ب 24 إذا نقسم ال 24 على 3 24 مقسومة على 3 هل تساوي 8؟ هذا هو السؤال إذا ساوت 8 في هذه الحالة يكون حلنا صحيح 24 مقسومة على 3 بالفعل 24 مقسومة على 3 تساوي 8 إذا في هذه الحالة أوجدنا قيمة س تساوي الأربعة والعشرين تساوي الأربعة والعشرين. الآن لدينا التقويم التالي: حل المعادلة ب مقسومة على 4 تساوي 5. أوجد قيمة باء التي تجعل المعادلة صحيحة. إذن عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن الباء مقسومة على 4 وبما أنها مقسومة على 4 نأخذ عكس القسمة وهو صحيح هو الضرب. إذن عكس القسمة هو الضرب، إذن نضرب الطرفين في 4. 4 مضروبة في باء على 4 تساوي 5 ضرب 4. الأربعة تذهب مع الأربعة، يتبقى الباء يساوي 5 مضروبا في 4، ما هو قيمة 5 ضرب 4؟ إذن صحيح كذلك 5 ضرب 4 تساوي 20، إذن الباء تساوي 20. لو أردنا أن نتحقق من صحة حلنا باء مقسومة على 4 تساوي 5 20 تقسيم 4 هل يساوي 5؟ إذن 20 مقسوما على 4 هل يساوي 5؟ نعم صحيح 20 مقسومة على 4 تساوي 5 إذن حلنا صحيح الباء تساوي 20. إذا تعلمنا في هذا اليوم حل المعادلات وكان لدينا 4 طرق لحل المعادلات. الطريقة الأولى باستعمال الجمع، الطريقة الثانية باستعمال الطرح، الطريقة الثالثة باستعمال الضرب، والرابعة باستعمال القسمة. ونستعمل الجمع إذا المتغير مطروحا منه عدد، ونستعمل الطرح إذا المتغير مضافا عليه عدد، ونستعمل الضرب إذا المتغير مقسوما على عدد. إذا متى نستعمل القسمة؟ إذا المتغير مضروبا في عدد. في الختام عزيزي وعزيزتي الطالبة نتمنى أن قدمنا ما يفيدكم ويسر العملية التعليمية لديكم، ونستودعكم الله إلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.